60 ما تشتري. يلا يا جماعه داخل سوق الحداديه. ايش قد صار ابو عبد؟ 250 صار 250 بقول له عاد يشتري 260 اشتري ب 60 تاع اشتري ب 60 يلا يا جبار يلا يا جبار ايش قد صار 60 260 ما يفعل يبيع صاحبين 300 ايوه 300 صار 260 صاحب ما يفعل يبيع يريد 300 فطاي ما يفعل يلا يا جبار يلا يا جبار صار 260 صاحبين ها شلون حركة السوق اليوم ما والله بي حركة بس اسعار ميتة اسعار ميتة ما بي اسعار يعني ولا بي حركة الطلب شنو تشب شلون يا اخي تبن غالي والشعير غالي شنو ما بي اسعار يعني. ما بي اسعار يعني. على كيفك ما بي اسعار هاي ما بي اسعار يا اخي انت ما عارف يا اخي روح ما تشتري روح الله معك لا يا اخي طول بالك ما بي اسعار يا اخي 1,200,000 مو جريمه اكتب 700 مو جريمه تقول لي انت هاي حركة السوق طبعا داخل سوق الحدادية جنوب الحسكة يوم السبت 19/6 عندك هذا انت 10 فطايم هذا الفطايم هذا ندحت هل فطايم اللحمات ايه هل فطايم اللحمات صارت 260 المعز ما صار بشي المعز والله مشكل ما بعت شي 50 200 المعز هاي بيش العنز هاي صارت 200 هاي 200 200000 شنو وراها؟ 200000 شنو وراها ابو عبد؟ وراها الجبه الجبه 200000 جبه وجدايه؟ الجدايه مشكل من 50 هذا 50 50000 هذا 50000 45 هذا 45 جدايه رخيص هذا 30 بيت صارت هاي صارت بشي 5000 صارت 305000 305000 شنو السنة بالله قرقور هذا الخاروف صار 110000 الكر هذا صار 110000 الدلال ما في عليه بيه هات ايدك جاي اطلع لك هناك اطلع لك 40 14 ريال 40 واطلع لك اياه الخرفان بيش صار بالله؟ الخرفان صار 230 230 انا عجي انا عجي اذا 500 ما توفي ما توفي 500 ما توفي صحيح كيلو وتبي ب 450 ولين 500 وصل الشعير اعطون مليون فوق المليون ايش تريد توفي انا عجي ايش قد كيلو وتبي؟ كيلو وتبي 500 و600 ايوه والشعير؟ الشعير 1100 الله يكون بالعون اسعار مال الله يحفظك 460